ايش بك؟ ايش بك يا حبيبي؟ اليوم كمان قولي لي بابا انت شغاله مش شغاله. بس بابا حبيبي ايش يصير مالك؟ الله بيك انا تعبان صدقني والله العظيم. شو بي مخي كيف يدور اقول لك بقسم صفيت البيت. تعالي بابا اخر راح اتغسل منك. تعالي بسيبك اليوم. انت بابا يا بابا فين بابا؟ مالك يا مالك؟ حبيبي. حبيبي والله كلمة حبيبي هاي والله العظيم. ليش؟ انت تدري زمان الناس كيف انا احبك. وانا كمان. داريه مش ولا؟ ايوه انت تعبتي معي وشفنا الويل بايامنا وشفنا التعب وصبرتي معي وكل حاجه. اليوم ربنا ان شاء الله بدعائك وبدعاء الوالدين ربنا ان شاء الله لو اصطلح لي ان توجه هذا الدراسي انا. ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. والله العظيم يا منى بفرحك انت والصغيره. ان شاء الله حبيبي. امي ها. مالك عنده بابا ما تشبهه ها خلي لي تعبانة يعني ما تشت احد بقى مسكينه تعبانه خلي انا في المحنه سمعتيها يا مرا اروح حبيبي سمعتك دحين بقى اتمدى القليل وبعدين بخرج قول حبيبي اتغسل قليل بعدين اتمدى تقولي احسن اخرب لك تياب انا بعدين كمان بروح بقابل الرجال الملف اللي طلب مني باجي اخذه بروح يا مرحبا قوم اتغسل ايوه دخل حمام في مايا حبيبي حاجة انتيبيوتيك حتى حبيبي يا سلام على الحمام غشوا على الحمام غشوا ماما حبيبي يا ماما هذا حق بابا يا هذا بابا بالباس ها سلام جلال مالك ايش رايك حبيبي؟ مكانك وين جلال؟ مكانك يعني شايفني شنو؟ الوحام هذا الوحام انت مكانك تخرجي لي هذا الشميز ولا اقول لك دائما اشياء هذا الشميز حبيبي ما احب هذا الشميز ايش اسوي؟ قولي لي رحتي عند الدكتور لا رحتي عند الدكتور ما رحت حبيبي فين اروح بالله عليك الصغيره ما تعبانه ولا ما قلت لي مريض ولا بيت ولا ها؟ شهرين اساسا دحين ايش تسمع؟ اسمع ولا شيء عادوا ما يقولش بابا ها؟ مستعجل انت عندي تقول لك بابا؟ جانا 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 يا بنت يا جانا دحين باقي اخ ام اختي دحين انا خارج وزينا قد نلبس بس الشميس خارج وخذي بالك من نفسك ان شاء الله مع انه معك عاوز نور مذاكره تمام والصغيره كمان هبيل الدواء انا بروح برجع تمام ما راح اشوف الرجال بابا خارج من بروح برجع انا ما راح اقدر اشوف الليله خبيها تمام بس هاي يا حبيبي ها حبيبي هاي لا تتاخر حبيبي لا ما بتاخر انا لعلمك اسمعينا بدل ما تتطشي لي كذا سيئة البنات خليه يقصوا معك بالبيت ان شاء الله ها؟ تمام لما تيجي معك جيب حبيبي انا والله العظيم ما اقدر اقول لك متى بدأ ماما ها متى بدأ اي وقت تيجي تجيب معك حدا لا ترقد لا ترقد لا تخاف حبيبي اساسا في ايوه هاي حبيبي مع السلامة بارك من نفسك ها؟ قولي بارك من نفسك انت معي هاي حبيبي منك نفرين هاي حبيبي مع السلامة ماما تعال مع رفع اسمعي كلمي عادة لما نجي بروح عند منى تشوى مين؟ أني ادخلي حبيبتي سمية أهلا وسهلا وين ماما مش زوجك؟ لا ماما ادخلي كيفك؟ الحمد لله كيفك أنت؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا ايش اخبارك؟ الحمد لله كيفك انت؟ ايش اخبارك يا ولد؟ كيف عامل الصغير؟ والله الصغير راقد
عاد ما له الشعر من عاد ما روح قد راحت شوية قليل عند صاحبتي. احسن اجيت حبيبتي يعني الوحام خلاص خلاني وتامين الصغيره اليوم تعبونه مني. هي كم شهر اللي قلتي؟ افتكر شهرين. شهرين؟ والله شهرين اساسا. شهرين. كيف احمد؟ الحمد لله حبيبتي والله. ايه الحمد لله. كيفك انت؟ مدري انا والله الوحام بس الوحام وسكتي بس مش حال الصغيره كمان ابوها تعبانه مني. مالي اسرع افتكر فيه. ليش ما توديها تختار؟ والله لبيت لي الدواء ندق بنا تختار. انا ما قدرت اروح هالشي كنت سيئة. ليش ما سيحتي لي انا بروح اوديها؟ وانت صغير حقك مين بيمسك لك؟ هل البنت انا باخذيها عند البنت عادي. مالي ما حبيت ازعجك يا لا حبيبي نحن اخوات ايش ما ازعجك. مالك المهم كيف الصغيرة قد الحين؟ ايوه راح قد الكلب؟ ايوه والله والله عادي عادي المرة وحقت برعت شوالي غير اشوف صاحبتي. احسن انه اجيت تصدقي تمام برضه الحمد لله. الله يسهل لك حبيبي ان شاء الله. ان شاء الله. ايش اخبار احمد معك؟ احمد والله الحمد لله تمام دحين خرج. دحين خرج؟ قال لي ان شاء الله بروح ياخذ شغل جديد كذا. المهم دحين خرج بنشوف ان شاء الله خير. ادعي لي معك بس يا اختي. اكيد حبيبي اقدر ربنا ان شاء الله يفرج علي اخرج من هذا كل التعب. كم سميه معي يا حبيبي؟ اكيد اقدر ادعي لك حبيبي. ما لنا غير بعض يا منى حبيبي. الله يخليك حبيبتي. الحمد لله وخير والله. قد بجزع عندك اشوفك. كيف زوجي؟ كيف الشغل؟ زوجي مدوه في الدكان ولا يروح ولا شيء يجي لي لاخر الليل. ما لا يشتغل نفسه ما يشتغل. اقول لك يبقى لك واحد يساعدك ولا بخيل اختي. ما لبست انا ما فيش امانه حبيبتي. كل واحد يامن بحقه. هو يجلس معه يشوف معه يساعده يرص معه. ما له عمل يساعد يقفل معه. ما لك شيء يروح لك في ساعتي. ما يسوي له حتى اخ لا يعني جلس معي ساعد. اقول لك يروح تعبان ما تقدرش تتعشي. اقول لك من التعب ان شاء الله. الحمد لله والله اني كمان عندي حماس شارجه بس حماس. بروح اجيب لك قميص مقاس بارد اصبري لي حبيبتي. اه حبيبتي غبانه مش هتبرديني قليل بالموضوع لك كما قلت وسكتي. الحين بنروح المنى. بنروح الا اكيد بس لكن اقول لك حاجه. أنا كرهتك قد إيش من سمية. أوف ما أتيقي. شفتي دمي تقيل أقول لك. أشوف صورتي أقول لك. وعادل ما زوجي زوجي قد تنبي أقول لك هي زوجي. ها مدلعة ما أدري إيش فعلاله. عاد دحين الله فتح له شوية. دحين بتزيد اللي بالدلع بتفشل. مالك تقولي على بنروح نشوفه؟ ماليش بنشوفه قريبا نشوف وبنرجع. نرجع نشوف كيف تبدو. لكن هذيك هلا هذا الشعر تكون مهلش. اقول لك الدنيا كلها اقول لك كلها يعني اكل اذا استوى لي كان باكل كان انا دمي ثقيل. كيف تفرق على الانسان يعني ما قد يعني كل طبيعتي. عادي بنشوف دحين كيف هذا الجو ده ورجعنا. بس عاديك عادك تكون دمي ثقيل المنى. بنشوف كيف عاد الحين بنشوف اخوتي زوجي دحين دحين بيبدا مقاولات. سمعت كده بنشوف كيف الجو هذا. مرحبا خلينا ندخل الميدا بالثلاثة. لبس العباية بنروح. أو يا سوستان أتمنى ربنا يهب لك كده واحد زي أحمد معه بياش إن شاء الله. من لطفك لا ربي. وترتاحي وتخرجي من هذا التعب إن شاء الله. من لطفك لا ربي حبيبتي إن شاء الله. الله يفرحني إحنا سوا. إن شاء الله الله إن شاء الله حولك من الحلال. إن شاء الله. لكن مش أنا واحد ما عنده شيء واحد معه بياس. ما عليك مضمونة أنت. واحد ما عنده طفشان إن شاء الله. حتى من يقدر الكرات الأولاني بالطفش حقه ما عندهش خمسة فرق المصروف حركرة اليوم 500 بكرة 1000 إيش الله عدمني إيش الله عدمني إيش الله عدمني إيش الله كده واحد كده مقاول. آه وا زي مدحين تقولي زي مناع. آه دحين ده بيصطلح مقاول يعني كل حاجة جاهز. سمعت أنا مش متأكدة عدني دحين رايحة أشوف.
يلا بنروح نشوف بنمشي بس. سمعت اخبار كذا بالحركه رايحه اشوف. ان شاء الله خير. نشقص كذا بنشوف ونجي. ايوه يلا امشي. يلا امشي. اهلا وسهلا ادخلوا. الله يسلمك. هاي كيفك زينب وش اخبارك؟ اه مدوني عكس كيف حالك؟ اهلين. بخير والله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك؟ كيفك؟ ايش اخبارك سوسن؟ كيفكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. من هنا ان شاء الله. عيني من هنا عندي حلا كانها قزعنه. حموله كل اليوم زياده. لا من الصباح كل الشمس تمسك على شمس. لا بالليل بارد. هاي كيف بدي؟ كيف ابنك انت كمان؟ والله راشد الحين خليته. الحمد لله والله. ثواني مع منى. هاي كيفكم انتم؟ والله يكون احنا بخير والله. هاي كيف بنتك؟ كيف زوجي؟ الحمد لله حبيبتي بنتي تمام زوجي بخير. الحين عاد وخرج مسكين. هاي انت ايش اخبارك؟ الحمد لله والله. هاي يا سوسن مبروك. مالي ليش تحليش؟ علينا الزواج مالي. ايش قلتي؟ سمعنا انك بدك تتزوجي. على مين بتزوج؟ وبعدين كمان تخبي اصبري تخبي من اصحابك. اسمعي بقول لك حاجه اسمعي حاجه. الثاني مش الاولاني. الاولاني هي كيف كان؟ ما عنده حاجه طبعاً. وش فيكو؟ اسمعي يا حبيبي. لا 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 يكفيني الاولاني ذاك اللي طلقته الزوج على واحد فقير خاص منه. لا 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 يا حبيبي الله يشقى. الزوج فقراء واغنيكم مش؟ مالي داعي لكم انتم. الزوج فقراء الله يغنيكم. انا عشتي حاجه كله بري جاهز البيت والسلامات حاجه كده يجي جاهز كله يجي علشان كده خليك الطمع مش مليح. يعني ربي بعدين انت ومنى انا سوسن صح؟ ماشي ربي يملك على نيات. انا اقول لك مبروك ومتزوج. لا 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 تاخذي وقت بزام تدوري هذا الشخص. جايز لا تخافي علو حمشي سعيدي من كلامهم. انا بقول لك سجلك من كلامهم. ما تسمعيش كلامي اولي. هذه لا تزيد على الثاني عشان تجيبه فاهم. ما تزيدش لا لا اكتب لك على نيتك حبيبتي. اكيد يا حبيبي ان شاء الله على نيتي ان شاء الله. انتم تزوجوا فقراء يغنيكم الله. قال لا 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 عندكم هذا الكلام حبيبي. انا سوسن ما يمشي ذا الكلام من كلامهم. يكفي الاول فقير يغلق الثاني. لا 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 تحمش البنت. لا لا مش حميها صدقه كلمتك. لا لا مش صدقه هذا الكلام. ليش تزاولي بالبنت؟ لا مش زاولي بالبنت. لا ليش تصيحوا؟ ما رجعتي تصيحي. السؤال خلاص. الله يسلمك. تحمل بنت. خلاص اصبري انت عرفتي مالك انت. مالك عود الشيطان. شوفي ايش كيف تحميك. لا ما تحميك. انا هذا حاجه صعبه. انت اشتري حاجه مليحه. احنا كمان نشتري حاجه. احنا كمان نشتري حاجه. احنا ما عندناش حاجه. عرفتي زينب خلاص ان شاء الله هي كمان ربي يهدي عليها. ان شاء الله ان شاء الله. ها خلاص اقطعوا الكلام. ان شاء الله. خلاص حبيبتي خليني احنا بالكلام حقنا. حبيبتي بجيب لكم حاجة تشربوا. هاي حبيبي بارد بس حمام. هاي حبيبي ان شاء الله. ما انت حمام. الله يستر. فنانة هندي. اهلا وسهلا. شرب شرب. الله يسلميكي. شكرا شكرا شكرا. ها حبيبتي شكرا يا مرات احمد. شكرا الله يخليه احمد. انا عفا العفا. امين. ما نقص منك حاجه. امين حبيبتي. بطرح المطوع مي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حبيبي. اجيت. ايوه خير. ايش قالك؟ اجيت نسيت الماء بعد حياتها. لا تسيري تسيري لا تعديني مزيكتي. ها يا حبيبي. اشربوا يا بنات لا تستحوا مالكم. ايش نستحي حبيبي؟ البيت بيتنا. لا البنات الاثنين يستحوا. لا لا بيت بيتنا كمان يستحوا. اشربوا مالكم. اكيد بنشرب. مرا حبيبي. ها حبيبي. انت رحتي المرض الاحمر. اصبر حبيبي اخرج لك يا جماعه. بنات بنروح من اللي قبل بيتك. هيا قوم بنروح. لا 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 فين بغير رايحين فين بغير رايحين. ساتروا مش ولا حاجه. انا بسال الله بس بتدوري الملف حقيقي. باخذ المرف وبروح. اهلا احمد. يا سميه كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ كيف ان شاء الله؟ كيف الحمد لله والله ان شاء الله. ابدا ادعو لنا بس انت ان شاء الله ربنا يوفقنا بالمشروع هذا اللي يستمر. هل هذا بينكم ليل ونهار؟ لو تدري كيف هو تحبك؟
والله العظيم كيف تتكلم عليك دائما ما معي الا ذكري بس دائما اسمع ليش نحن اخذنا زوجه ولا ايش ولا اخذ زوجه من نايمين لا انا ما اخذت زوجه بس كيف تحب هي نفسها بس لا تحبني يا حبيبي مشكله تحب نحن كل نحن لا لا قام جلس يتفرج معايا التلفزيون هيا كيف كانت فين كنتي؟ رحت عند منى تسوى منى يا منى؟ مرت احمد هيا كيف كانت الشوى حابكم بي؟ والله تمام الشوى بس مش زي كل مره على فكره اليوم وليش ايش السوى اليوم؟ في واحده هناك ما عجبني جالسه معانا صراحه ما عجبنيش منى هذي؟ واحده غريب دخلت بالحافه اسمي؟ ايش اسمي كان سوسن سوسن البنت اللي يقول عليها مطلقه بنت شبار مش عرفت انت انها مطلقه سمعت عليها كذا حبيبي لا تحسبي حاجه ثانيه اعوذ من الشيطان لا لا لسه قايم انا اكلمك البنت هذه ما عجبني ما يهمك يا مدام انا البنت هذه ما تفهمش ما تفهمش اليوم لو شفتي كيف تتفرج على زوج صاحبتي المهم انا كلمتك ما عجبني البنت هذه ما اشتكي تتكلم معاه ولا تقزع طريقي مرحبا عمرك من داني اكلمك عمرك يا مدام مالك حاجه عشان اطمنك عاوز مش هتعال بابا تعال تعال اسد بابا تعال اسمعي هنا عم تتفرج على التلفزيون مشغولة كنت رفع البيت مش البيت ما قدلك بلا اليوم لا ما قلت أهلا وسهلا ادخلي تعالي تعالي كيف هيا هيا حبيبتي هيا كيف حبيبي الحمد لله الحمد لله ودارك العافية الله يخليك اسمعي أمس لما رحنا عند فلانة منى شفتي أنا لكن شفتك عينك على أحمد لكن محسوبك شنو كان تمشي معي تفرق عليه أنا هبلة ايش عارفه والله يعني ما حسبتك انه تمشي بعد كيف كان لا شوف عيونك لفتت عيونك بس اسمعي انا عافيك تمام حبيبتي هيا بس لكن مش باين دي عيون طوال كذا عمل عليك انت حبيبتي تقدر تدخلي في يدك كيف كله عليك انت ولا على هو لا ما شوف قليل يعني قوي يتزحزح كل شيء عليك انا كمان دحين ان شاء الله بدولك المكتب حقه أنا ليك فعلتي معروف كذا لا
بدور لك المكتب حقه العنوان حق المكتب العنوان حق المكتب بدور لك منيح باني بشوف يعني بتجيب لي كل التفاصيل حقه كل التفاصيل بجيب لك ولا يهمك سهلتيني المهمة حبيبي وقلت ايش تستحي ولا شيء مش استحي اكيد عطري باي شيء لا لا مرحبا والله بس لكن كيف اروح المكتب اقول له انت هنا هلا اتعذري لي تدوري اي واحد اي واحد انت وحرفتك معي اعلمك شيء علمني لا 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 حبيبتي خلي العلم بس لكن امس فلانه ديك سميه ومنى احمد جاب احمد سواه جا هذه ما هيك فتحيه شفتيها سميه سميه قابل طلع لي الضغط جاب التفاح احمد جاب ملا 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 حبيبتي حبيبتي كيف ما تخرج لي كيف ما تخرج لي حبيبتي بس لكن اسمعيني انا سمعتي لما كان قالت زوجي استوى مقاول دحين كبير ايوه هو ديك الساعه اللي دخلنا الطمع عشتك سوري لما كذا قال لي ديك الساعة أنا يعني فكرتك مش تريحي مكان بعيد قال أما كنا رايحين قتلك مش أنا قتلك إنه بقى زوجي دحين بستلح مقاول ما الأول رحنا كنا نتأكد لكن أمس ديك أمس رجع لنا ألف مرة يعني هي قابل الشك والطمع هذا كله يا أنا يا حبيبتي بستلح مقاول كبير وأنا بجبرك العنوان حق المكتب حقه ولا يهمك وأنت إيش طارتك بعد مرحبا حبيبي خلي علي سهلتيني المهمة أنت بس أنا أشتي خرج لي نفسي هذه منى سمية أحمد يحبني منى أحمد شفتيها ما أتفقعت باني فيها أول مرة كيف أكره سمية أدري إنه هلا كنت ما أروح أني أني كيف أكره سمية منى زوجي بقى خلي زوجي بقى خلي تقول زوجي بقى لي كده أنت إيش خصة أنا يحبك أبو البيت أنا بنروح الشيء بتعلم إحنا طريقة الروحة ولا إيش والله ما عرفتها من كيف لما هي هلا والله لو اني ادري هلا ما اعرف انا قلت قلت لك ممكن تكون هلا ديك ال الدران اربع الكوريها الخاص زي ما قلت لك حبيبتي مرحبا انا كمان دحين بروح راح كان اسلم الفاتورة حق الكوران حق الكهرباء راح تسلم خلينا انا كمان اروح اروح ساعة زريت بيرقي يلا حبيبي قال لي كده بنكون يعني ان شاء الله ولا يهمك هذه حبيبي يعني ولا يهمك مرحبا حبيبي على السلامة حبيبتي او الحمد لله زوجي مع دكان ولا كان بالضبط من الباب دحين خليك تكلم من الباب دحين سويتي لي لقمة اكل ولا يا تدوري يا تعشي ما عندي خبر ثاني جيبي لقمة يا منى جيبي لقمة نقمة أنا قمتيني والله يقومي سلاح مني علي يا شيخ جيبي لقمة يا كل لقمة لقمة أحسن معك الدفن حقك أدرى أدرى فين الغداء عندما قبناك الغداء ها يا اليوم لي أكلة تأكل كولا يا دورتني بالله عليك انا اكيد اقول من السوق ما عندك وقت تسوي لي لقمه اوكي انا راح اكلمك اشوف دورة بس من بيت لابيت ما عندك ما عندك من بيت لابيت عيب يا شيخ لقمتينا يا شيخ ما لك دخل كرهتينا العيش يا عقلي سوي لي لقمه اخوي داخل البيت بلا تدوري دورة اشوف من بيت لابيت قالت سلالة قالت زعتانة قالت هذه خلي لي حالي يا اخي عند السوق جيب الخصالة بدبر ما تدوش عقلي دعوة كثير من عائلتي قلت لي أربع ساعة دخل الدكان ولا شيء تنفع ولا شيء يا ما حلقش يا ما تيجي ما تنفعش قلت لي يا أخي دعوة لقمة تروي ياكل أروح الدكان تعبان تعبان يا ما حلق بالدكان ولا تيجي تدوخني روح انفع ما تجيب لي خصال مطبخ عرفتي ايش تسوي؟ ايش داس تدوري من بيت لبيت؟ الحين البيت خلاص انا دخلت البيت قالت لا عين قالت لي علي علي انا ما حلقتي يا قال لي اي ما تشتي ها؟ نعم ما تشتي ريكي بنا عنا أمشي بقى ربك بنا عنا ماما تعمل حبيبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالك خير ايش السبب؟ اصبر خليني اخذ نفسي واكلمك خير مالك طمني بديش ايش الخبر شوف بس قلت بالله عليك على هذا الخبر عجبني ما تخليني اجلس ولا حاجه فوقك ما في بني سكنة حنا مع الوحام خلاص استمد بالله عليك اسمعي خلي مني هذا كله الكلام خليه تعالي قسي فين اجلس ما تشوف الصغيره تبكي اسمعي ايوه تعالي قسي هاي شوف لما اجلس بس ادري انا سمعتيها ايوه حبيبي اسمعي يا اختي صدقيني عمي بس 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 ب
أوه ماما أوه ماما ما فيش حاجة ما فيش. شوف إن الصغيرة تعبانة. أدري أدري أنا أدري بكل شيء وأدري إن الصغير حتى اللي داخلتك يعجبك. اسمعي بس الكلام اللي بقول لك ما يصبر ما يصبر الفرحة اللي أنا جيت صدقيني وأنا طالع بالدرية كان بفلت على وجهي. أشوف أشوف مرة واحد مبسوط. مش أنا كده أقول لك اسمعي. بابا جلا حبيبي جلا حبيبي بابا تجي حبة ايس كريم اسمعينا ايس كريم ها خلاص اسمعينا ذلك خلينا خلينا الكلام نعلع بالك استغيمي ايوه يا ما تشيل السقمة بس اسمعينا اسمعينا الكلام اللي بقول لك هو كلام مهم مش كلام يعني اي كلام قلت لك انه انا خلاص وافقوا على المشروع بتاعك والمشروع هذا بيجيب لنا فلوس كثير هاي سمعتينا خير ان شاء الله من الفلوس هذه اشياء عوضك كل السنين اللي صبرتي معي بالتعب والعذاب اشياء عوضك ان شاء الله ببيت فيلا كبيره نشتري ويكون واسع اسمعينا ما افضلك مش يعني اسمعك بالله عليك شوف الزغير اقعد اقعد معاه اقعد اقعد معي معي ما يستر لا اسمعك اقعد اسمعينا خليني اغلق في صحفيز على الكلام تمام هاي اسكت يا ابوك بعدين انا بركض لي قليل بعدين افعل لي شيء حبيبي اسكت وخلي بابي يكمل الكلام هاي عنده كمل الكلام سمعتينا اشي اشتري لك بيت البيت هذا صغر علينا صدق والله صغير بس ايش تشتينا احنا نخرج من الحفل ما ايوه ايش اقول لك انا بعمل ايش ما لا ادري انه جيران وحبايبي وانت اللي تجيبي نفسك كل حاجه اسمعينا حبيبتي انا افضلك انا هيا اسمعي اسمعينا الجيران وهذا كله بيجوا لعندنا لكن احنا هذه فرصه ما بلغيها اذا مره ضاعت الفلوس فرصه ثانيه يمكن الله اعلم متى بلغيها وقدر الفلوس بداتنا خلينا نشتري لنا بيت حبيبي اسمعني يكون كبير حبيبي اسمعني سمعتك كملتنوش دحين انت عادي لليوم اخذت المشروع انا اليوم وافق لي يعني من بكره او بعد اسبوع بالكثير وانا قدنا ممتلك هاي يلا اسمعني دحين وارد بيا زي الناس بنشتري ارض مليح بنبني البيت يعني باختيار حقنا حاجه كده مليح شو اسمعينا صدقا اكيد تمام بس انا كلمتك مش على 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 دي براسي انا كلمتك مش شو بيأدي فيه الخير بيقدمه ربنا ان شاء الله تمام ان شاء الله ادعي لحنا بالخير حبيبي ان شاء الله انا بس انا شوفي برقد قليل وبعدين خلينا كده حوالي مشان اكل هاي يلا ارقد بدلت يا بلبس الثياب حق النوم لا برقب شيء لا بابا الله يسوي اسمعي ولا ببدل حاجه بحل الشميز بس هاي حبيبي زين ما تشتري خلي ابوك قليل يقول حبيبتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا والله منى خرجت على السويه ما ترجع خير لا زحف بس مني قراش من مكان بعيد دقيقه لا ادخل يا زين مش مدور ادخل بس ادخل كيف حالك يا سوسن الحمد لله والله كيف ايامك تمام كيف الامور حقيقة الحمد لله كيفك انت الحمد لله والله العظيم نسمع عليك كل خير ان شاء الله ان شاء الله مبروك عليك والله كان سمعت من المدام كانت تقول انه اتقدم لك واحد لا ما فيش هذا الكلام صدق ليش لا ليش اكذب عليك؟ لا والله سمعت انا هكذا لا ما فيش هذا الكلام بس انا تقول لي يعني اشاعات ليش؟ اشاعات هذا انت اتلقتي مش؟ من اول اتلقتي من هذا الاولي؟ الاولاني متى اتلقتي؟ من قالوا بعدين اجى واحد اتقدم لي انه ما ادري ابن عمي انه ما ادري منه لا ولا ابن عمي ولا ابن خالتي ولا في حاجه ولا في شيء ولا في حاجه ان شاء الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله يجزيك بواحد ابن حلال ايوه ان شاء الله شوفي ان شاء الله قولي انت لو الاول زواج ما اصطلح لك ربنا ان شاء الله يرزقك بواحد ابن حلال زي ما الناس اديفا بقيمتك ان شاء الله ان شاء الله وربنا ان شاء الله بيرزقك بابن حلال ولدي يقدر يعيشك ب يعني ببيت كبير السلام عليكم وعليكم السلام كيفك حبيبتي؟ تمام ايش اخبارك؟ الحمد لله متى لقيتي؟ دحين ما زيفت البنت؟ الا ضيفتي صاحبتي ما ضيفتي انا قال لي وقال لي صاحب لي مويه بس قال لي فين يا
اسمي يا اجيت كان قازعك ملي حبيبي خلي يكون ايش استوابك دحين انا ما قلت لك حاجه حبيبي ملي حاجه بارد ليش ما تقول ملي بارد حبيبي ما اسمعي يا عيوني انت دخلتي لي بهجوم اسمعي لما انا ايش استقول انا هي دخلت لي من البيت قالت فين مرا قلت لها مرا هلا عند سميه قال لي والله زحفار المتريخ حبلي خلاص مي قلت لي خلاص مي وجلست هنا جالسين نتكلم عليها طبعا قال لك اشتغل اسمي مش يحتاج شوفي اسمعي انا هذا تجيب لي الشراب مالك حبيبي لازم اقول لك انا اسمعي انا يا حبيبي انا هذا حق الحريم ما افهم انت دحين خلاص يلا مش جلدي مش جلدي انت ضيفي انا خارج فرح خارج بروح على معي كان هنضيفه مع رجال عدو هاي يا حبيبي لا تتاخر معي لا ما تاخرش لا بس اليوم فعلا انت جاي هاي مرحبا هاي تمام هاي كيف الحال الحمد لله والله تمام ان شاء الله تكونوا بخير الحمد لله كل كيف زحت وقت اشوفك يعني كيف الحمد لله والله بخير فين يا زينب زينب والله ببيت بيتها اللي بالبيت ما قزعت لي والله اشتقت لي والله رحت السوق كده بس قزعت يعني عشان اشوفك احسن كيف رحت اشوف كان سميه كيفي كيف والله تمام والله يا زينب الجاي حقها كله بخير الحمد لله خلاص منك من بارح أجلسين فين بتروح؟ لا بعرف بعرف زعلوا سمية قالوا قليل بلي شو اسمه زينب تعبانة قليل قالوا مش في بخير ما عاد ابني من القازعة محمد بس الزعلة شفتي؟ بعرف حتى أنا والله في بالي كمان هذه القازعة بنتي كمان كذاك خير إن شاء الله إن شاء الله خير بيكون أنا نروح نزوري ما لحد إن شاء الله تزعل إن شاء الله حبيبي إن شاء الله هاي حبيبتي تعالي كوني زوري مرحبا سلمي لي على سوز اسمي كمان الله يسلمك حبيبتي ها؟ ماما خليني نعمة خليني لا حبيبتي ما حليت منك التياب حق أمس مش ها؟ حق أمس التياب ما حليته خلاص ما تشتي أنا نعمة أهلا حبيبتي أهلا اسمي إسلام مومن دي إسلام تعال حبيبي تعال بوسك أنا بدار تعال عجز قبل جانب أنا مريض إسلام وديته ما مشلا بالله عليك ما أخذش حل حل منه الكوش بالغرام حبيبتي منه ها ما له حمى ما إيش حمى في بوس ميتولا مشلا ودي لي خالتك انسى ولك مشلا ويا قلبي توقع ليه ما سويتش لبيتي قلت جنى إلا سويت لها حبيبتي مشلا ما تشوفي التياب حق امس حتى ما بدلت مني انا نفسي ما بعلم يجيلوا من صغار والله يتعبوا اوف عند ماما اسلام اسلام هاي كيفك ايش اخبارك الحمد لله كيفك انت كلها تمام ايش اخبارك انت الحمد لله كيف حبيبتي عندو تشوفي وشوفي وجهي كيف خلاني هذا مع الزكمة مع الحمى وهذه كمان تعبانة مني اقول لك تاوها استويت عندو هذا كمان مع الحمى اكيد بتجي له مش نحتاج اوديه الفرماسي اشتري له حق لا لا ما عندي حق الحمى لا احتاج اشتري له ما عندي خلص منه لازم حبيبتي لو ما تشتري له دحين دواء حق الحمى لما تدور الحمى الزيادة بتستوي فوق ايوه لما بالليل حتى ما بيخليني شرخد لو ما جبت له حق اكيد حتى جاناها بيتل اكيد اشتري له انا كمان أو هبلك حق جانا لا أنا بشتري له دحين بنقزع الفرماسي خلي ماما أخوك هذا مش حاجة خليه المهم ملاني مبسوطة بالمرة بفرحيني بفرحي كيف ما قتلك زوجي بياخد مشروع أو خانمتيني قريب يوم مش كان قريب يوم بيت له الملف قبل وقت أمس أو الأمس يا مش بيت له الملف ملي دحين أمس الليل البشارة خير ملف أمسيني ويا حبيبتي بفرحك لو ما فرحتك بفرح مين على كل حال خير خلاص شل المشروع خلاص الشغل مسك انت قولي من بكره ان شاء الله بيبدا الشغل مبروك ما كده فرحتيني حبيبتي تعالي مبروك بوسه بنحتفل عاده تقولي لازم نسوي ساعه كده حفله نحتفل بالبنات البنات وزينب واسمك سوسن مره بس عجبنيش الصراحه ليش حبيبتي لا خلاص عشان معناته هني لبيتك بنسكت بنتحمل لا والله طيبه تيبان البنت انا ما تعجبني ما ادري ليش اسم فينا ساكده لكن لا تكري والله ايش على بنتي بان حالي حال نفسي بنشوف هي على كل حال دحين يفكر ان شاء الله انه يشتري مكان ثاني بيت ليش بتقولي من الحافه وبتخليني من المين ما لا تجيلي انا مالي غيرك هنا جنبي معناته اقدر اجي خمس دقائق جنبك جنبي جنبي اقدر اجيلي شوفي القلب شوفي بعيد بيكون عالي البيت شوفي مثلا لو على قوت اشي اخذ بيت فيلا لو من صدق
اخذ بيت كبير. ايش رايك انا وانت كذا احنا اخوان ما عندنا غير بعض نعيش سواسوا دخل البيت؟ ماشي ماني ما اتفق مع زوجي. اتفق مع زوجي لو مثلا زوجي شال 5 غرف اثنين غرف لكم واثنين لنا برا. لا لو فيلا اخذ 8 غرف كذا يجي. انت مثلا قولي على القدر الحال البياس يعني اللي معانا. ايوه شفتي ان شاء الله كله خير. استواني حتى ما اشاروح ها من هذا البيت اللي خلاني ما بيت ابوك مش حاجه حتى ما تكريه بيت ابي باكريه لكن انا ما عندي في الدنيا هذه غيرك انت. طبعا اخي اللي اتولد معي ما هلو معي هلو بلاد برا مش وانت تفهمي بدل اخي هي انت اختي دحين بهذا الوقت. حبيبي انا كمان اعتبرك علشان كذا والله انا ما اشتبعد منك يا انا كمان دحين زعلتيني والله. ايش ما لا لما قلتي لي بابعد من الحافه ماما ايش سوي خليها تلعب صغار كذا يلعبوا. لا ان شاء الله خير بنخرج سواس وان شاء الله مع بعض. الحمد لله مبسوطين مش ناقص مننا حاجه الحمد لله. الله بيفرق على اهم شيء العافيه. هو من بعد تشرح لي تعالوا ليلى لما بيروح اقول له ايش اصلا انا ما اقدر على بعدك. أنا كمان والله ما أقدر على بعدك. شوفي حبيبتي تفهمي ما عندنا غير هذا حتى لما يجوا عندي البنات فين نجلس؟ بالبرندة طبعا مكان تاني ما فيش مكان علشان كذا لازم يحتاج كذا غرفة نوم. ودحين بعتقي الصغيرة التانية الاثنين الصغار كمان غرفة واحد ما يستوي اللي يرقدوا بيننا مع الوقت بيكبروا. ما يستويش الصراحة ما يستوي حق دحين كمان الصغار مع أبوهم وأمهم إنه يعيشوا ما يستوي. المهم كله خير هيا بنسوي قلت لك العزومة بنفرحهم على عينهم. لا لازم خلي يحرقوا. لا يا وفية لا تقولي لا تقولي حاسدين الناس. أنت على قلبك طيب ولا تفهمي إنهم حاسدين. أنت على قلبك حرامي ولا تفهمي حاجة. أنا أقول لك مش على قلبهم بنسوي صدقة بنذبح حتى إن شاء الله خير. لا ان شاء الله لازم نذبح. لانه الصدقه احسن منه ما فيش تفهمي هذا مش هو بيحرقوا لما بقول لهم لما تسوي الصدقه العمر طول ان شاء الله بس بقبل عادل ان شاء الله بان حايل وحتى انا حتى بروح احايل اقول لك على قلبهم بيكون ان شاء الله يقبل يا حبيبتي خير. بقول اسمع لا نقدر كذا انك تبعدي عني. لا 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 ما يستوي ما يستوي لازم نقول مع بعض تمام ان شاء الله خير. اسلام كيفك حبيبي؟ ها؟ الإبرة توقعت حبيبي؟ المشنة اللي صور لك توقعت؟ شوف أنا في ذلك جامعة تحبيهم؟ حتى الصغار يحبوا بعض. شوفي أنا في ذلك تبوسه ما سوي لهم؟ يا سلام أنت كمان بوسه بوس جامعة بوسه أنا في ذلك أقعد ابني يعجبه البواس. لا تقول يعجبه البواس ما شاء الله عليك ابني هسه تطلع زي ما ابوك. انا اكلمك يا بنت مالك اخاف يطلع زي ما ابوه. يا بنت مهاوز ابو مهاوز اوه خلي الغيره طلعت من بين 100 نفر خلي الغيره خلي الغيره هدي آه دحين هذا دحين هذا الله يسامحك انت ما تعقلي مين ما تعقلي دحين هذا اقول لك خلي ماما ايش تعرفيه اقول عالم مش ما تعرفيه. لا يا اختي والله بعد ما تزوجتيه الحمد لله من الشغل الى البيت ولا أيوة بصراحة عنده ما شاء الله كمان جبتي له واحد قمر. أيوة اسلام حبوب المغدار إن شاء الله هم كمان زي ما أنا وأنت أصحاب وأخوان إن شاء الله يكونوا كذا كمان أكيد إن شاء الله. إيش عنده اسلام؟ هاي حبيبتي بنروح عاد مالك حبيبتي بلحق أصلح الغداء أمشي اسلام دلادل دلادل لا تقريها كذا بلحق اصلح الغداء وبعده برجع الفرماسي اشتري له دواء. حبيبي هاي يا حبيبتي لازم تسلم اللي باقي لك بنتكلم ان شاء الله. هاي يا حبيبي سلام باي باي ماما باي قولي سلام باي سلام.
تمام الحمد لله يا اخي. سمعت عليك يا اخي كلام خير كبير ايش هو يا اخي؟ سمعت عليك انه اخذت مشاريع اي والله الحمد لله عذرا اللي بدات بالكروجيه هذا انقال والله العظيم قري ليل ونهار. الله يوفقك يا والله اشي اشي ربنا ربنا يوفقنا بس قاعد ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله والله العظيم الحمد لله. كيف بعد كذا كيف تمام يعني؟ الحمد لله لا دحين لا دحين الشغل ماشي تمام الحمد لله والله ان شاء الله. عاد نحن لو نقدر نتوسع بنتوسع ان شاء الله. ان شاء الله بتوسع الشركه حتى عليك الصبر بس. بلو انت ايش اخبارك يا عادل؟ انا والله تمام دانا علنا امشي العمل تمام. كيف حالك؟ كيف مرتك؟ كيف الجوال؟ والله الصحه تمام المره تمام. الصغير حقك كيف؟ الصغير تمام كبر قلو صغير ما شاء الله. شوف شوف يا احمد شوف على وصله هذه داخل الدكان. من هذه؟ شوف على وصله يا اخي ثلاثة ثلاجة مشعل من هذه؟ هذه يا اخي هذه بنت الحافه يا اخي البنت اللي يقول عليها سوسن. سوسن هذه اللي البنت المطلقه يا اخي من هي اللي تيجي عند الحريم مش؟ ايوه تيجي عند البنات حق الحافه. ايوه هي ما شاء الله شوف على جمال في بيت. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخي. لما كانت تيجي البيت انا ما ركزت من الناس لكن ما شاء الله صبها. اه صدق والله سبحان الله على جمال يا اخي ما شاء الله. مش هذه اللي يقول عليها هي مطلقه كانت مطلقه مطلقه من زوجي؟ ايوه هي يا اخي هي بكل يا اخي. بعدين انا سمعت كان يقول بتتزوج. ما اعتقد انه بتزوج ما سمعت انا يا اخي. ما شاء الله بس انا نفسي فوقي كمان يا اخي. ها؟ نفسي فوقي البنت. هي مرتك لا تسمعك. هو انا من خليه على المشاكل. ما اسمع سيدي يا اخي. ها؟ اسمعي امس لما رجعت لك عشان اكد عليك اقول لك يعني لا تنسي العنوان. انت وزيك سمعت زياره وايش سمعتي؟ ما سمعتيش حاجه ولا شيء؟ سمعتي ما سمعين ما انت انتي الكلام اللي خفي. سمعت اول اقول لك ما طبختي لي ما سويتي لي غدا من برا عجبتي لي اقول لك اجا انت خرجتي واجا واني راح اجيبوها صاحب بس من السوق. شاف ان الغدا من السوق ليش ما طبختيش غدا؟ اني فارقه اطبخ بالله عليك. ليش ما طبختي لي زوج حبيبي؟ مين بيجيب لي خسار من السوق؟ بس شو انا غدا في الشمس هذا راح برس رامبو انت بعقلك المجنونه في بوشي يا واعي جيلي احلى الليل اقول لكم دوخ تعبان. بس موت النهار بالدكان هلو ولا يجي مرة ايش تشتي ولا يشوه معي ولا شيء ولا حاجه. انا انت معاك دحين تعاندي وغزتك مش عانده بس خلاص قلت له ما فيش تفصيل اروح على الزرير ما اقدر. ما في معناتي دحين الحين اخرج من هذا جبت لي المنيا جبت لك العنوان بشرين يا حبيبي شعرك خير انت جبت لك العنوان وانت شطارتك حبيبتي مرحبا خلي بس ما اقول لك حاجه امس رحت عند منى. هيا يا مصيبة ما لا قولي لي مبروك مبروك ما هلش رحت البيت ما هلش ما هلش هو فكان الباب قدام. هيا ليش تدب عليك؟ وش تدب عليك؟ هيا رحت طقطقت الباب هو فكان الباب هيا ما هلي. هيا بعدين قلت له منى هلا؟ قال لي منى ما هلي. قلت له بقيت من داخل ربي الحمد لله ما هلي. فرصة فرصة قالت فرصة ما تتعود دخلت يعني دخلنا كذا يعني قليل شفتي كلام. ايوه اتكلم معي ما اصبري الازاره خرجت ما ادري من فين قد يعني هو بدا يتكلم منى قالت مرته ايوه مش قلت الله يزيلي ما انا اقول لك دخلت جلست يعني كده قليل نشي نتكلم ايوه مش انا دحين تقلتي مش يبان صورته كده ما مش ليه ما كله على الحرمه ما لا
قطعت علي الكلام طلع علي ما دامت تحت العنوان الازاله دي عندك بتيك العنوان حقه مو بتروح المكتب هناك بتخمده ولا يهمك اخمده واجيب لك الاخبار كلها خلاص حبيبي واني خلي علي الباقي دحين بروح ليش اتاخر دحين رايح روحي ارجعي بقول لك البشاره يلا مع السلامه يلا يا حبيبتي مع السلامه حبيبي كيف استويت من المشلكي وريني يداتك فيك حمى حبيبي كيف تحل كده تمدد فوقي ما تروح منك يا حبيبي شربت الدواء مش هاي فين ابوك اليوم ما روح لهذه الساعه ها هلا بالبيت بالشغل الحين بروح مش هاي حبيبي خلاص بتروح منك يا قصدي انا بس هيا حاجيلي من حبيبي في بوق حمى راحت منك الحمى ها جيب لك الدواء ايش تشتري ايش تشتري حبيبي اشتري لك ايه وهي فيها اسماء البنات اشتري مرحبا دحين بقى اشتري لك اللي دي تشتري خليه يجي بس ابوك من الله اسمع صوت حق ابوك بس فك الباب واجي خلاص حبيبي هيا عنده واجي ابوك السلام عليكم. عليكم السلام اهلا حبيبي. حبيبي كيفك؟ فينك اليوم شقلتني عليك؟ اليوم كنت معزوم ولا صاحبي حبيبي. لما انت الصغر لما لا تخرج في مره داخل البيت شي تطمن عليها. والله ما يطعم الا 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 اسمعي يا خزين حصل لك هذا لا قلبات اتصل لي الصغير حقت في بوحمى مريض راح للدكتور اليوم وديته المشلة. كيف تعال تعال بابا تعال بابا تعال حبيبي وديت لك المشلة راح مع ماما. كيف كانت المشاة؟ ما تخرج حتى بأتصل بأطمن عليهم لا تصبر لي على الغداء نحن سابرين لك عفوا عفوا مدام الغداء أنا عجيت تقري والله مربوشة قد الحين بخد البيت هيا كيف كانت المشاة؟ سوي لك مشاة ما وقعك يا بابا؟ هي قدو يبكي كان اليوم أسد 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 الحين كيف حمى تمام راحت من أبوك؟ أيوة الحين راحت من قليل قزعت الفرماسية اشتريت له دواء ايه سويت له الدواء حقه حق الحمى بيت له والله دحين تمام اتعشى بس يمكن يقول فين ابي عادوا عشاء زين حبيبي والله لا تخاف ايه انت مش تجي ابوك هلا بتجيب له نعناع مش؟ لا بس زين بس تتكلم اللي تشتري ابوك بيجيب له كلمني كلمني ولا استحي بابا ايش هي؟ نعناع عجبك تفاح ما تشي هيا بجيبك بجزع لك انا بعدين تنمر لما تكون كذا معزوم ولا رايح مكان سوي تليفون ما يهمك عشان لا اصبر لك ملا صعبت بي الا ولا بيسمعي انا ما بدي حساب لك ما تغديت اقول ماله ايش استوابه ما هو انا لقيت انا زي المربوش اقول قلت الله المدام الصغير كبير حالوم اسوي غدا ولا اجلس مع ابنك في بو حمى مريض اشتيني جنبه ولا اصلح الغدا ايش هذا يا مدام مره ثانيه هو برجع الغلطه هذه المهم حصل خير مش الحمد لله الصغير عنده تمام بركز له اللي طلب مني بركز له كمان بابوه صغير تمام والله اسد موتو كذلك اسد بابا بجزعلك موت ها؟ هيا بجزعلك بجزعلك اسد بابا هيا روح بابا اجلس هيا خزينة هيا هيا بابا اجلس هيا هيا بابا ها معي انا معك لك خبر ها؟ اليوم جزعت عند حبيبي عند حبيبتي ها؟ منى بعد ما قلنا انه تختار جزعنا لعندي ابتسامي ها؟ فرحانة البنت نعم بينقول الحمد لله الله فتح على زوجة دحين بينقول قالوا قلنا نعم بياخذ ما شاء الله الله يفتح عليهم الله أنا ماني دحين اشتغل أكلمك على هذا الموضوع ايش رأيك دحين نعم هي قالوا لي اشتغل تنقول عندي أنا ما عندي غيرك أنت أختي أنت حبيبتي أنت كل حاجة أنا كنت ما اشتغل تبعد عني لا نقول كل إحنا مع ابننا وأنت وكل إحنا ها معهم بيت كبير يعني معهم أوكي ما سلام ايش رايك قلت المره بكلم زوجي لو قبل تمام انا موافق حبيبي والله ما يهمك انا وانت الزمن انت وياك تمام تمام اذا معانا اكيد معانا بيت كبير يعني يعني احنا بكفي نحن اليوم فرحانه بنسوي حفله عادو كمان الله يفتح الله يفتح عليها الله يفتح عليها على قلب المسكين والحامل كمان وفي واحد هنا بيت ابوها ما يكفيها صراحه صح 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 خلاص انا قلت لي حتى اقري الغرفه هذه قالوا انه هذاك مش بعيد بكون اروح له ونزوره يعني عادي تمام ماشي مش كلام انا موافق انا ماني كمان ما اشتهي بعد عني صراحه حبيبتي هذه تمام ما يهمك انا قابل نروح ننقل هناك بيت كبير انا كمان بحس ايش رايك حبيبي؟ تمام بابا عند خالتك قابل مش هناك في دار كبيره بتلعب الموتو بتلعب البابور ها اسد ابن ياسر اسمع كلام اقول تحب مش بنتي جانا؟ خلاص ما نبغى ننقل عندهم تمام خلاص انا قابل ما يهمك
انا انا برجع لك في معي ضيوف يا ربي يعني الله هيا برجع لك هيا اهلا وسهلا يا مرحبا اشتغلنا هذا المكتب حقي من هنا يا ولاد ايش قال لك عندنا انا ادورينا وكان اشتغلنا انت ايوه اسمه خرج من هنا يا مكتب لا لا والله ما ادري هيا اي خدمات لك ايش قال لك والله قد من هنا مكان خصوني بدي اسوي ارتدي اسوي شنو هنا ايوه مسيس ها أو هنا دبل دبل. إيه هذا هذه عمارة كل المكاتب. ما أفتهمني فيها مكان. اسمعينا. أول حاجة مهمتي لا عندي بالمكتب هنا لازم أوديك. لا. قولي لي إيش تبي. لا والله. لا والله العظيم ما أدخل. لا تخليني أستلم ما أشتي حاجة قلت بس والله أصلا سنون مبعني ما أقدر أشرب حاجة. لا أشرب حتى أخذ كافيه ولا حاجة ولا. أقول لك سنون مبعني ما أقدر أشرب حاجة. سبحان الله. أشرب حتى أخذ كافيه ولا شاي ولا كوكا هي. أو سيني كوكا. قلنا أقولك سنون تبي. هيا كيف حالك الحمد لله كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله كيف منا؟ الحمد لله كله والله كله مثلا مسكينات تتوقع مع الصغيرة هذه كيف تسحب الحق أنا كمان والله الحمد لله الدنيا ماشية بالأرى والصغيرة كمان الحين أجل شكرا تعبان مسكينة إن شاء الله تعب كيف حالك مع الحمد لله والله ورقة كيف؟ شنو بكا؟ أنت قالوا بزوجك كان أخي لأنه خلاص مش قال ما مش قال أنا مش هات من طلاق ضمن الطلاق من الأول والله اسمعني أستغل الحال إذا أدري قال طلبك هل أنت تقول لي أنا ماشي زوج فرحتنا إذا أدى إنسان يشتيك ويحبك يعني أنت لو أنت تدريبه ولا ما تدريبه ما أقول لك لكن يشتي زوجك كيف تقول عليه بالحلال بالحلال ما توافقي يعني مستطيع بكل حال يا سلمة لو أنت قال زوج ايش قال ولا عند زوج؟ يعني شيء اسمه انا بقول لك الله حل للرجل كم؟ اربع ونص اذا هو مستطيع صح ولا لا؟ اذا هو مستطيع يعني لو لعب فلوس هكذا يقول صح ولا لا؟ ايوه شوف الانسان الانسان دائما هو الزوج من فوق مرته يعني يمكن يكون مش مرتاح بالبيت ما يروح يدور هكذا فتره يعني احنا ما علينا مشاكله لكن في واحد صاحبي قال لي والله الشيء متقارن انا وياتك مش هكلمك في الموضوع هذا. مش مشكلة. ايوه. ما عندي مشكلة. ها؟ ما عندي مشكلة. الشيء اكلمك والله الرجال هذا ضغط لي نازل. صراحة. اي لو ما ياخذ امور تصدقي؟ ليش؟ مثلا هو شافك هذيك اليوم وانت جالسة على جنبه. خلاص. ما ادري فين قال شفتيه جالسة على جنبه قرب شنو خلاص. بس مزوج عبد الله. مزوج. وبنت. مزوج مع بنت ومرته دحين صابرة مرة نايم أكيد أكيد يبني أفهمه ده ليه شو اسمه أنا أكيد لو تعرفيه هذا حلو مليح ممكن أعرفه إذا شفته أنا مرة طويل الموضوع أنا ما أجلس عليه فضول أخيل فضول صراحة ممكن عرفتيها عرفتي بس أطلب منك مقابلة ما عندي مشكلة من دون أنا مش قادر أصبر مرحبا ها؟ متى بدك تقول لها بدك تشوفك؟ بكره الليلة ساعة كم؟ بكره الليلة؟ بكره الليلة ولا الليلة؟ ما قال له حضر ادفع لي الليلة اول اوه حلو الليلة يعني ممكن تقدر تخرج من البيت ايوه انا بروح للشغل وانا بروح بروح البيت اغسل بروح الساعة 6 المغرب ولا الساعة 7 ولا 8 حتى 8 اقول 6 المغرب يعني الحرب عاود ايوه صح انا بروح في الزمن ايوه الساعة 8 ايش رايك؟ نروح نتعشى ونتكلم وكل الموضوع تمام مرحبا يلا مع السلامة مع السلامة بس الآن كلام يكون لا أكيد أكيد مع السلامة وأهلا وسهلا بالمكتب مبروك تعالي تعالي معي بشارب معي تعالي تعالي بقى نجلس خليني نجلس ايش فيه تعالي نقومي لا هنا ما نجلس ما نشتينا دائما هناك زحفنا من الفوق اسمعي ماني رحت رحتي؟ ها وما خرجت مني ليش قلت لك مني؟ ايه بقى روح ما قلت لك عشان كده وجيكي
اسكتي من هنا. انا احسب انه كان يعني بيتردد. طلع واحد ما شاء الله وضحك كله عمى الحرمه عيتي. رحت له تكلم خليت نفسي يعني ادور كذا يعني ناس خليت استوار مثلا ايش اي خدمات. يعني انت ايش فهمي يعني الحركه الحركه انا حذرت له وهو اخذ مني اتعدل اقول لي ليش خليته من انت دحين يعني قولي انت مبروك بس مبروك من كل يعني السنه يعني حسيته يعني مبروك عليك الاثنين حسيته دحين ايش خليك منه ما انت بام دحين عندي كل واحد استكشفتي هو مردد ما انت خلي انت قال ما تكلمتش ايش ما لا تكلمنا قولي هاي اتجاوب معي يا عيا كذا مش ايوه خلاص اتجاوب معي هذيك اشتي اوري لها منى عندك زوجي 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 بوقع طليقه بيطير مني بوقع طليقه حبيبي امامش دحين قليل باقي خطوه بس خطوه صغيره باقي الخطوه هذيك اخذها حبيبي لفوا ايا متعوا تماما لحبيبي ايا سمية كمان فين قاعد بجد انا قلت انا سمية بسبب سمية هذا كله اللي كان دحين اسوي احبت بردي في قلبي اشك منى مش منى انا منى ما حرق لي قلبي سمية واني منى يا سمية حرق لي حبك حبيبي زوجي ما يخلي الخات خارجة دحين زوجي حبيبي مسكينة انا قاعدة على منى حبيبي شيخ حسين واثقة منه زوجوا فقراء الأمم والله. لا خذي لك الثقة. من زوجوا فقراء الأمم والله. بك حجك تصدق يوم حبيبتي. حبيبي ده الأفلام مش عندي. سكيلي. ليش أنا أقول لك أنا فقير الشحات إيش حصلت؟ سوي غداء؟ سوي غداء؟ أيوه عليا. ما فيش بيت بالبيت؟ ما فيش. بس الله عدلنا حبيبتي. يا أم عيشي حياتك. ها دحين. بروح دحين. تروحي بنروح ملا بعدين بنروح نزوي بعدين بعد زعلت الحوش نروح نشوف الاخبار الدول كيف يعني ايش زي ما قلت لك مشيت انا شكت انه اتغير مني اصلا ما بتشكش حاجه دي في نفس عشان بتشك مش هكذا يعني انه هو يعني اسي اروح دحين اشوف تمي ايش انه هو دحين بدا يتغير مع مرته ملا وين زين اول يعني ايوه يعني عشان نروح نشوف الجو مش عارفه تجي لي اجي لك بزعلك بعدين اما ما تزعلي بقى زعلي بقى نفضلك اما بروحك قاعد تزحفني انا ختيانه مني
مالك ما يشجع على راسك انا اخوك من اخاف لي يشوفوني حد يعرفوني احنا ان شاء الله ما في حد يشوفنا خلينا احنا نستمتع باليوم هذا يعني احنا عاد لاول مره نتعرف باول يوم نستمتع عادي ما في يعني على الاقل مره خلينا نتعرف كل واحد يعرف الثاني من هذا اكيد هذا قبل انا الصراحه من يوم ما شفت قاعدين كلهم كنا واقفين انا وعادل برا الشارع صراحه يعني شليت لي عقلي ام قزعت من قمر في الكل تمام هو هذا هو هذا الموقف اللي خلاني انا يعني انتي كلمتي ناس قبل بالكلام اللي انا كلمتك اني اشتا شو فيك وكذا لا 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 ما في مصطفى مجنونه انا انت ما تخافش من مركب مش انا ما اخافش انا اخاف ولا كيف كل واحد يخاف مالي ها لكن هنا 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 مين يعرف احنا هنا اكيد بيكون في ناس يعرفون احنا شافونا هاي الحين اسمع هنا خليك ريلاكس كذا فكي كذا قليل المقرمه خلي حتى خلطه الجمال حقيقي باين سبحان الله ادي عملتي نحن هذه كلهم يعني من قزعتي من قنبله ربشتي نحن هذه كلهم والله العظيم والله دحين هيا استاهل ايش الجمال سبحان الله الحين قولي لي خلي الكلام الكثير ايش تشربي؟ عصير ايش بنشرب؟ ها؟ ايش عصير؟ انت ايش بشرب؟ انا عصير مانجا زي وانتي شو العصير؟ أجي بشرب أنت أجي بشرب بشرب أجي بشرب بطلب العصير برجع مرحبا مرحبا أنت غدو عصير دهوش مرحبا أول ما كلميها عن نفسك كلميها عن نفسك حلوتي هذه كيف كانت الزواج الأولى؟ والله الزواج الأولى كانت ما شاء الله مع مشاكل رجال أولي إيش كان حصل بينكم؟ يعني وسواس من أقال من خرج يعني تكلمتي إيش قابل لك قالة وإيش يعني وسواس كان أيوه أنا لما أنت بقى كنا عيش مع الوسواس أيوه بعدين أنا صلعت إنه في واحد تاني كمان تقدم لك والتاني ليش رفضت يعني؟ تاني ليش رفضته؟ يعني نفس الحالة عقدك أيوه نفس الحال هو ما أزور عليها من السلبيك من ذلك يعني نفس الحياة يعني سوا هي جد من الحاجات الرجال هذا ما جبت له عيال على ولي كم قد السنة تقول سنة وقطعتي يعني ايش هم بزي وقل لك غصبا غصبا عني يعني كلها كان حب لا والله ما زوجنا غصبا عني اي بداية ما كان كده يعني ما الانسان مع الوقت تبدل مش لا يتبدل الواحد مع الوقت هو كان يشتغل ولا يعني والله يقول ماشي الحال الحمد لله كل واحد على قدر حاله كان يوم يحسن يوم يحسن وانا ساكته على ده كله لما زاد لي مع الوسواس مع الشيك والله ملي اصبر لامتى لما يقتلني شوفي الشيك 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 هو مش غلطان فيهم انا انسانه جميله كيف ما تشيل شيك لا 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 صراحه هو شاف منك حاجه مش انسان لا ما شاف من حاجه 24 ساعه قاعد جالسه ما اخرج عشان يجي لي كلام وربنا ما رزقكم بجوال لأن ربي يشوف الذي كان بيجي منه أنا أقول الحمد لله ربنا ما رزق بجوال لا ما رزق يعني كانت مني لك حاجة تاني هي وتاني والتاني قتلك نفس الحالة حتى هو أنا مش مزوجين يعني لما قربت يعني ما لدا كمان أهب لنفسي فرصة يعني إنه أشوف ربي يعاودني هو هذاك ذاك كمان يعني نفس الطبيعة الحق هذاك ما شكاك تاني أخس زوجي الأولاني كان أحسن مني والله انت ربنا بلايك بناس من وسط حكيم هي وانا احنا ما انت كمان كيف بدكم هذا بعدين على المعرفه وعلى الحب احنا شو في ما زبطنا كذا احنا كل واحد مستعجب بالثاني احنا انت عجبتينا وانا عجبتك مش لا احنا هذا مختلف حضرتك بدي يمكن الثاني بدي زوجتي هو انا كذا خطبت نفسه بنفسه ولا كان في بينكم علاقه؟ يعني ما في كان بيننا علاقه كثير بس لكن هو من فين شافك؟ خرجنا قبل الزواج يعني خرجنا والله بعلاقه يعني كل واحد عشان يتعرف على الثاني. شوفي على العموم انا ما ابغى اشكر نفسي. هو الانسان ايش يبان بالعشره مش بالزواج. صح. انا شوفي اهم شيء عندي على الانسان يكون
بشرفه. شكرا عمو. شكرا. شكرا. هيا بعدين. هيا بعدين ايش حصل؟ ليش بيحصل يعني انت ما خرجنا كثير يعني ما احنا ما تعرفنا كثير يعني ما له حق الشباب لما كنا شباب لما تفهموا انت ما درستي مدرسه سكول؟ لا ما رحتي مدرسه ما تعلمتي ولا حاجه؟ لا لا درست درستي لا الصفقه يعني الحين بعدين حازه عن حياتي؟ لا طبعا كل واحد ماشي عن حياتي انا حازين قال انا والله حياتي كلها تعب تعب أنا من يوم ما زرت الحرمة هذه مسكينة واقفة واقفة جنبي ما الأخير بس تعبت ودحين ربنا ما فتح عليها أشي أريح عليها أريح يعني من كل حاجة من كل شيء من كل التعب اللي شافت معي هذه كل السنين سمعتيها؟ ما شفتك أنت شي تريحي أيوه أنا تعبت معاك اسمعينا مليان اسمعينا الوقت اللي أنا شريحي شفتك أنت هو هاي بدي اخذ لي عقلي معناته نسوي الشيطان دحين عليك لا مش شيطان مش شيطان هو كل حاجه نصيب ما بقدر اقول لك انت شيطانه ولا شيطانه كل حاجه نصيب هي برضه فوق هذا كله هي وعيالي مصروفه بيمشي لي كل شهر بس انا ما اشتكي يعني بحق قصه حب قصه هذا لا انا انسان كبير افهم لك انا اشتكي بزواج ايش رايك؟ أنا ما عندي مشكلة وأنا حتى ما يعني خلاص يعني إنسانة زوجت وشافت يعني إيش هي الحياة يعني شغل القهاوي بخرج بتمعشق هذا لا أنا حتى ما أشتيش بس هتبع على كل واحد يعرف ويعرف الثاني زي الناس أكيد. مش اليوم يتزوج بكره يتطلق أكيد هذا ما هو هذا أكيد هذا ويمكن الله يعلم إنه ربنا يرزق نحن بقوال إن شاء الله ما؟ إن شاء الله بس هو هذا أكيد شوفي الكلام يكون بيننا إذا أنت بتكلمي ناس كلمينا من دحين من هي صاحبتك الأنتيم حقيقي؟ زينب تفهمني كيف تسميها؟ والله سمعت عليها بس لكن مش مركزة زوجي الزوجة أنت الدكان زوجي؟ الدكان زوجي يعني هي حبيبتي أيوه رغم كبير يعني في فرق بالسن بيننا بس يعني أنا حبيبتي الأنتيم هي اللي تسريها ايوه ما فيش حد ثاني يسره اشربي ما فيش حد ثاني يسره غيري لاني تدري بظروفي هي كانت تدري بظروف حقنا وبناني كيف كان يعني هي تدري بحياتي كلي يعني هي ما اقدر اخبي عني شيء هي مره ثانيه متى بشوفك ان شاء الله مني تسلي قولي لي متى بتصل بك ايوه بس لكن حصل ايوه بس بعدين مش تخلينا ما اتعلق في بك هذا العمل منك هذا مني انا قلت لك انا اكيد مني خلاص انا مني اكيد مني اكيد ليش بتتعلق علي وليش زحف ده كله اذا بقى يعني نص الطريق بخرج اشربي مالك المانجا مليحه اشربي ايه بشربي طبعا ما بخرج من نص الطريق ليش زحف اشربي مالك اشربي شوف الحين هذا وعد اللي وعدتينا اكيد ها اكيد يعني انت عاشق عليها وانا عاشق عليها ها آه. ايش جابني عندك وايش خلاني اقول كذا زي ما يعني كانني سرقت حاجه طب ما احبك ويعني مش معقوله عليك ما بعد الناس ده كله خلاص لان احنا انا وياتك متفقين اكيد تمام مين خلاص مره ثانيه كل واحد بيجي نفسه انت بتجي ليلى وانا باجي لها مرحبا تمام مرحبا ما يحتاجش يعني نفعل زي ما اليوم اللي فعلناه تمام مرحبا كل واحد اسبوع الثاني تمام مرحبا ما في اي بس الحين محمد نروح كل واحد خلي ربك تمام يلا مع السلامه يا وي اهلا وسهلا الله يسلمك هلي هلاني حبيبي ادخلي كيفك حبيبتي الحمد لله حبيبي ايش الاخبار والله الاخبار ما شاء الله قلت لك اشتري راح السوق مش العيد واقي قريب ايوه ماليش اشتري ريديات وش اشتري كذا حاجات شويه بتيجي من السوق بعرف معي حبيبي ليش لا هيا قولي لي ايش المقابله هنا والله زي ما قلت لي روحي ثاني مره ما قلت لي ارجعي عن كذا ايوه هيا رحت رجع دوخه قولي قلت هيا قلت ابوك انا دحين اشتري احنا نتحاصل ايوه بلي قلت له مرحبا بس لكن القليل اللي احنا روحي ايش فيه؟
ما انا مش كده ده ما اشتي اوريه اني انا كمان محتاجة له يعني قليل حركات اوامل الحظة قليل اوامل يا حبيبي تمام يا هو ده واخ بيتصل بيقول لي مالي فينيك متى بنت حاصل اخوة اتصل بيك شكرا علاقة اتطورت يا ابي اتطورت حبيبتش قلتلي كن انت حبيبت زينب مواصفات يا اما حتى على حسب اسمه فلانة بنروح من اليوم عندي كمانة ايوه بنشوف الجو منى عند منى وحبيبتي اسمك تاني ديك دي اسمي دمي تقيل اوف حتى انا سايف من كنت ما اكره اسمي متى ما نروح عليه مالي بعدين ما نروح ننزع كذا قي زيارة ما ننزع نروح السوق عندنا نروح من السوق نشتري سامان بعدين ما ننزع يعني حركات نحن كمان كذا لما تقول فين جيتوا بقول لك ان في السوق جينا جزعنا اللي عندنا ايوه احنا اشترينا عشان يشوفوش بقول لكم مساء يقول عندنا عشان اقول لها جينا من السوق وده افتهمني امل اقول لك احنا اشترينا سامان كده قليل خلاص هيا هيا امل خلاص اني كان بارح ادخل المغرب ابدل التياب يلا حبيبتي مش بنروح ببدل التياب عشان نروح سوا هاي بسرعة الحين بابا بيجي بيلعب معانا ماما ليش تبكي ماما بابا قولي بابا الحين بيجي بيلعبك بيجيب لك همهم ها اول مره تحب يا قلبي اول يوم تهنى يا معلى نور السلام عليكم السلام هني الجنة اول مره اول مره ايش السوا بابا؟ ما شفنا احنا خلاص قمة ها بس سلام بس قال ودخل ثاني ها ما انا بابا ها امشي تعالي كيف نشوف بابا تعالي جنب امشي بروح عند بابا بابا امشي بروح لابوك اليوم يغني ابوك ايه بيقولوا حبي قاسية ايه بيقولوا شتم ودموع اول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح ودموع افرحوا املا الدنيا حوالينا لا املا الدنيا حوالينا ده ما انا انت حنعشق تاني اول مرة اول مرة استنى 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 احمد 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 مالك خير ايش السوا السلام عليكم بس خلاص كأنه ما مش ناس دخل بيت ما تشوفني ولا تشوف بنتك اخر مالك خير ايش السوابة كأنه ما فيش دخل بيك ناس السلام عليكم خلاص ما فيش حبيبي كيفيك ما تجلس تلعب مع الصغيرة احمد احمد مالك اكلمك فين رحت فين مالك ايش السوا خير لا 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 مش راح لا فين قالك ايش دحين قتلك يا ولد من اول من على الدخلة فين رحت فين رحت هي دارة مش راح دحين ايش جالس اكلمك لو هلك عليش ايش تقول ايش تقول شفت انك ما هلك ما ايش تقول قال ياخذ عقلك بس يتنابه متاكده كمان في حاجه ايش هو الحاجه بزام انسان يكون يعني ما هلو يفكر وما ادراك مش للشغل هذا دخلت انت تغني ممدد اكلمك ولا حاجه جالسك شوف اندور رجع احمد مالك مالك يا احمد مالك انت تدوري هدره ولا ايش ما ادور هدره خير ايش استوى قل لي ما فيش حاجه ما فيش حاجه ايش الواحد لو يتوب كده قال لي خلاص يا مال ايش استوى لا اله الا الله محمد رسول الله مش الا مراتك ايش السبب قل لي انا تعبانه بنتك هناك جالسه تبكي خليت الصغيره اجيت اشوفك ايش السوابك ما تتكلم معي ما هلاك خير هلاكش كيف ما انا بالبيت مش لعين فين جالس انا فين جالس احمد انا اكلمك انت ما هلاك فكرك كله راسك مكان تاني منى خير منى عودي الشيطان احمد ايش من الشيطان انا في ذلك كي قول لي منى اقول لك ما فيش حاجه احمد الا ما فيش حاجه يا حبيبي ما فيش حاجه شوف هذه الكلمه حتى ما هلا اليوم منك كلمه يا حبيبي اليوم ضاعت منك بس السلام عليكم قول يا حبيبي ايش السوابك كلمني احمد راحت سرحت ما فيش حاجه
خلي بقى اشوف لي بنتي بالله عليك ارجع لك كده تفكر لك ان شاء الله عقلك ان شاء الله يتهناوي. لا اله الا الله الحق الحق. نعم 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 السلام عليكم. عليكم السلام. ايش من تقولي صغيرة؟ الصغيرة تبكي قاعدة. ايش حصلت؟ ضبحت يا اخي. تخرج ما تخرج برا. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الشغل معك؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. جانا؟ جا بابا؟ تعال. بابا؟ تعال تعال. روح عند بابا. مغطية هذه مغطية. بس نعنع بقى نروح نجيب نعنع. أنا مغطية. مغطية مرة واحد. جنن؟ ها أمي. ها مالك؟ معنى نروح نجيب؟ لا اندب يا سندب. لا تأكل ليش نعنع؟ اندب ليش نعنع؟ قول شو فيها كيف تسأل؟ وايا بس 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 امشي يا رقدي. انا سوي مالك ايش السبب؟ حبيبي مالك؟ انا ايش مالك ايش فيه؟ فرح فرح تنقل مش رح تنقل. تصفي كل يوم تصفي ولا تصفي ولا شيء على تاخذ 25,000. كنت
اسمعي اليوم خير ما لقيت الا كده اللي في خبر تعالي انا ايش قابري انا بتاعت يا زينب ما عندك انت داخله اني بالصالون اسمعيني اليوم كمان رحت لهم دي ايوه اليوم دوخ يعني اكيد خلاص دوخ رجال اشتي يشوفني 24 ساعه ما فيش يوم يعني اذا ما يشوفني ما يعني دائما اشتي اكون جنبه اللي بكره كمان الحين معانا بوعد بروح له دحين اسمعيني وقتي ودونك تمام ايش في خير اسمعي زينب اسمعيني تمام تروحي له ولا اليوم ولا بكره ولا بعد بكره ولا تروحي له ولا حسناها والله ناوي تقولي ما تروحي له انا بقول لك اشتيتي زواج ولا تشي لعب لا 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 شي زواج حبيبي ايش ما خلاص اخذي اسال مجرد قال عاوز اسال طبيب تمام هو يشتيك زواج مش اكيد تشتي زواج ايوه خلاص ولا تروحي له ولا اليوم ولا بكره ولا بعد بكره طب مشي وكل ما اقول لك تعالي تقدري له بايش تروحي له تمام لما نقول لك ليش ما جيت اقول والله لاني بالشغل خليني اتحدى بقليل وبتشوفي لو ما قصاني الكعكه تحت رجولي قولي لها طارت عني زينب بقول لك افهم الحياه زي ما انت قاعده تجاهل حبيبتي تمام انت دحين ولا تروحي له تعدري له باي شيء يعني كل ما يتصلي كل ما اتصلي والله راح فينا ولا راح تتخطر ولا تعبانه ولا يعني بتشوفي عجبيه وبتشيل ما قد تحت رجلك يرجع وما طلب زواج منك لكن كيف تروحي له الناس بقول قلت تجيلي ايش حدا نزلوه ولا شيء كلهم بقول تعالي ورحتي وتعالي وخلاص وانتهى وانا اكلمك وانصحك واسمعي كلامي وبتشوفي وهذيك اللي قدم بي زوجي اسفلي هذيك زوجي زوجي اسفلي زوج فين الزوج اصلا في الهلو اسمعي خلي تحصل زوجي بعدين واني انصحك حسك تقابلني اكيد ما راح اقول لك اديبيو قليل مش حاجه هو بتعذب لكن بيجي زواج لكن دي حلوه تروحي له ولا بيتزوج عليك انا انصحك هذه انت رايحه ما لقيتها بشريك حبيبتي فين انا داري بشرتي بشرت خير خير هذا بشر خير فرحتيني والله انا حابه دحين ده بقى او خلي بعدين بتصلي ايوه بتصلي واقول لهم ما عليكم والله راح تختار والله فلانه تعبانه او ما قدش اجي ما قدش على الدريبه اكيد ما تفضلي لك ممكن 4 أيام بالكثير شوفي انت اوقف لي باقي لك مش غلط تجيش بحقي بعدين تصير تصرف مالي ما قلت والله ما ادري كذا اتعدلي له اي شيء خلي تأدب قليل وبتشوفي لو ما يزوج عليك لكن ما تروحي له ولا بيزوج عليك بقول لك تجيني انا سكينك مني خلي هي رايحه خلاص ما انا بروح البيت ايش بس المهم روحي بروح البيت ما مش قلت لك تروحي عشان ايش كان اشتري لا 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 اتعطر اطبخ قلت لي لا بروح تروحي له معطر بكره يجي يزوق عليه ولا تروحي له عشان تروحي البيت وانا دحين كان بروح ادور لي شاقيه مرحبا تمام بس انت زايرين البيت حتى على الاقل 25 حبيبي 25 قلت لك على الحين غلط وانا كنت عامله 25 مليون مش قلت لي 20 شي 30 25 تشتي 30 قبل 25 شي 30 ايش مش شغل معي لا لا ولا اطبخ ولا معي قال معي حاد ورجع 4 ساعات بالدكان هلو
لا بزامك كده تتصرف كده تتكلم اكيد من مره من ده يا احمد. والله يعني احمد الله يهديك.